بس انا ما سبتهاش الا لما طلقتها منه وغورته من هنا. في المدعو سعيد خرج. صباح الخير يا استاذ سعيد. اهلا، انا سليم جسامي. أنا المعلم سعيد كبير المنطقة. لا ما أنا عارف طبعا، يا سامي قالت لي. وما قالتلكش بقى إن كان في بيننا كلام ووعود؟ كلام ووعود إيه اللي تبقى بيني وبينك يا بلطجي يا رد السجون؟ ما بقاش اللي أنت كمان اللي يبقى في بيننا كلام. ارمي نفسك يا حد. إيدك لو اتمدت تاني على مراتي مش هيحصل كويس. حلو. ماشي. هعديها. عشان خاطر البيت اللي احنا واقفين فيه ده والست الكبيره اللي قاعده دي. بس بعد كده خد حذرك. انا اسمك مبروك يا مدام. والنبي شهم وجدع، ما شفتنيش بقى وانا بقول عليك احلى كلام قدام المعلم سعيد. حتى اسال الواد كان. لا من غير ما اسال كاني ما هو باين. صحيح يما، انا نسيت اقول لك، انا سليم ردني. انا فاكر كان في واحده من بناته كانت صاحبتك. هي مش سافرت يا جمالات؟ ما اعرفش سافرت ولا ما سافرتش. انت هتعرفي تجيبي لي رقم ولا هتصرف انا وخلاص؟ انت افتكرته ازاي ده يا ست؟ افتكرته، مش وقت اسئله دلوقتي يا جمالات. طب تحب اكلمه لك؟ يا ستي مش عايزك تكلميه، هاتي لي الرقم وانا هتصرف. هتشوفوا لكم مطرح غير هنا، ما هو قد ظرفة الباب ما يشوف لكم مطرح. بعدين بصراحة أنا مش هترزى من سعيد في الطلعة والنازلة لأجلكم. هنروح فين بس يا كنا؟ ما أنا عمال أقول لك الجدع يتيم ومالوش حد حرام. ما يخصنيش يا كبدة أخو. مطي صوتك يالا، ما تبقاش واطي وحلوف كمان. ما تأخذنيش يا سامية يا بنتي، هو أخوك حلوف صحيح، إنما الكلام اللي بيقوله دلوقتي ده صح. أنت دلوقتي يا أختي على ذمة راجل، وواجب عليه يجيب لك مطرح. ان شاء الله اوضه وصاله بمنافعهم. مش كفايه يا اختي انه لا دفع مهر ولا جاب شبكه؟ منين ياما منين؟ هو جدع لو كان حيلته حاجه كان هيتاخر، ما كله على ايدي. انت بس صف النيه وادعي لنا عشان ربنا يسهل الدنيا ونمشي من هنا. حليني بقى، حليني على مدى يحصل. ما انا عارف انواع الرجاله دي كويس، هيفضل يستنطع على مراته لحد ما يخلص اللي حيلتها وفجاه يتبخر. يستنطع على مين؟ مراته اللي هي انا؟ وانا حيلت ايه يستنطع عليك؟ جاتك 60 نيله لعلمكم بقى انتوا الاثنين. انا كنت كاتمه في قلبي بس مضطر احكي لكم السر اللي انا مخبياه. ارجوكي. سليم جوزي عنده ورث كبير قوي 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 قوي، هو بس يخلص مشاكله مع قرايبه وشوفوا هينغنخكم ازاي. قرايبه مين يا بت؟ هو مش كان سعد اليتيم من شويه؟ ما هو لازم يبقى يتيم عشان يورث. انت ايه يا ابو جهل ولا شعرك تقيل على مخك ولا ايه الغباء اللي انت فيه ده؟ هو ايه الغريب في اللي انا بقوله ياما؟ بجد يا بت جوزك هيورث فلوس كتير قوي يعني ولا اي كلام؟ ياما فلوس كتير قوي، انت بس صفي النيه وادعي لنا. ادعي لنا قوي ياما. يلا السلام عليكم. ادعي لنا. بقول لك نازل الصيدليه. يا سامي عايز حاجه؟ لا بس ما تعوقش عشان احضر لك الغدا بايديا النهارده. حاضر يا سامي. صحيح، كلمه مراتي كانت طالعه من بقك زي العسل، ولا المسلسلات التركي يعني. يبقى كتر منها والنبي الفتره الجايه. وانت مالك في حاجه؟ لا ما فيش يا اخويا يعني. طب سيبيني انزل بقى عشان ما اتاخرش على الراجل، انا ما رحتلوش امبارح. ما تنزل يا اخويا وانا ماسكاك. ماسكاني يا ساميه. السلام عليكم. السلام. فصيل بس مز مصر. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. معلش يا ابني خلاص استغنيت عن خدماتك، مش عايز حد يساعدني تاني. مش عايز حد يساعدك ولا خايف منه؟ انت بتلوك كتير ليه يا عم؟ ما الراجل قال لك خلاص مستغنيين عن خدماتك. اتكل على الله يا عم شوف حالك ولا رامي بلع الصبح.
خلاص يا سليم الموضوع انتهى، اتكل على الله يا ابني. لو احتجت اي ادويه احنا موجودين، عشان المرحله القادمه انت هتحتاج فيها علاج كتير. اجيب لك سحلب. ايه ده؟ انت ايه اللي معادك هنا؟ مفيش يا ابني، كنت قاعد مستنيك. تعالى ريح ريح. استغفر الله العظيم يا رب. ايه مالك؟ دخل بزعبيبك ليه؟ هو من القرف اللي الواحد بيشوفه. ياسين برضه؟ الرجاله العرر اللي كانوا بيراقبوا امه زغت منهم، وهي طبعا هتروح عشان تقابله. يعني كان قدامي فرصة عظيمة وضيعوها عليا يا ولاد الهرمة. ولا يهمك، هيجي بدل الفرصة 10 إن شاء الله. أنت إيه اللي جابك؟ والله ما أنت اللي مكلمني في التليفون وقلت لي إنك عايزني. أنا؟ صح. بقول لك إيه؟ أنا عايزك تدور لي على مطرح كده يكون شرح وبرح وشيك، ينفع اعمله شركه. شركه؟ هنعمل بيها ايه الشركه؟ كفايه البازارات والشغل التاني. الله، انت هتلاحق على ايه ولا عليا يا فاروق؟ والنبي عم الله يكرمك، انا مش حمل من هذا. ماشي يا ابني، هشوف. استاذ فاروق، الغدا جاهز، تحب تتغدى؟ وانت عبيطه بت، ايه داخله زريبه يعني؟ مش في حاجه اسمها استئذان؟ والله العظيم خبطت قبل ما ادخل. ايه خبطت قبل ما ادخل يعني؟ المفروض نعمل ايه، نلبس طرح عشان نغطي شعرنا؟ مش لما حد يقول لك ادخلي تدخلي. معلش يا فاروق، هدي نفسك، البنت ما تقصدش. تقصد بقى ولا ما تقصدش؟ الواحد عايش في وسط ناس اغبياء قوي. يلا روح انت دلوقتي، روح انت دلوقتي. استغفر الله العظيم يا رب. روق مزاجك يا فاروق، العصبيه مش كويسه على شانك كده، هتحرق دمك. احنا لازم نشتغل يا جمالات، الفلوس اللي بقيت بعد المحامي دي مش هتكفينا كام شهر. طب ايه رايك نبيع عربيه يحيى، هتمشي الدنيا معانا شويه؟ يا ريت. بس ازاي؟ العربيه باسم فاروق. الله يرحمك يا محمود. يا ما قلت له اكتب لكل عيل بيت وعربيه، يقول لي لا، لازم يبقى كله مع بعضه. هو كان يعرف منين بس يا خالتي ان فاروق هيبهدلنا البهدله دي؟ ده انت وهو اللي مربيين على قولك.